بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 97. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك قول الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أنواع التوحيد كما سبق توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثيل له، ليس له مثيل سبحانه وتعالى في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، ليس له شبيه وليس له مثيل. ففي قوله ليس كمثله شيء هذا نفي للشبيه، وفي قوله وهو السميع البصير هذا إثبات. فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، نفي الشبيه والنظير والمثيل، وإثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى والصفات. ولهذا قال: وهو السميع البصير. السميع البصير له السمع وله البصر سبحانه وتعالى، والمخلوق أيضا سميع بصير، كما قال الله سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلطة من مني الرجل ومني المرأة، أمشاج نبتليه يعني نختبره، فجعلناه سميعا يسمع بصيرا يبصر. الله سميع بصير أيضا، والمخلوق سميع بصير، ولكن لا تشابه بينهما. والله له سمع وبصر وصفات وأسماء خاصة به تليق به سبحانه وتعالى، وللمخلوق سمع وبصر وصفات تليق بالمخلوق، ولا تشابه بينهما. وإن اشتركت في الاسم سميع وسميع، بصير وبصير، اشتركت في الاسم، واشتركت في المعنى أيضا. سميع يعني له سمع، بصير له بصر، فهي وإن اشتركت في الاسم والمعنى فإنها لا تشترك في الكيفية. نعم، هذه قاعدة. نعم. وكذلك قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله. ومن ما يدخل في النفي ليس كمثله شيء، يعني حتى في كل شيء، حتى في العبادة فلا يعبد معه أحد، هو المختص مخصوص بالعبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو المختص بالعبادة، فلا يعبد معه غيره كما عليه المشركون. المشركون يؤمنون بالله، يعني يؤمنون بتوحيد الربوبية،
ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية، يشركون في توحيد الألوهية. وأما المسلمون وأهل السنة والجماعة فهم يخالفونهم في ذلك، ولا يشبهونه بخلقه ولا يعبدون معه غيره، بل يفردونه بالعبادة. نعم. وكذلك قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما قصد به نفيا أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. نعم، قوله ليس كمثله شيء لعام، ليس كمثله شيء في العبادة، في الأسماء والصفات، في الأفعال، لا يشبهه أحد في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه، ولذلك قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه المثلية والشبيه. نعم. ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله. علوه على خلقه، هو سبحانه وتعالى له العلو بأنواعه الثلاثة: علو الذات، وعلو الأسماء والصفات، فهو منفرد بهذا، وعلو القهر، لأن العلو ثلاثة أنواع: علو القهر، وعلو الذات، وعلو الأسماء والصفات. نعم. وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه، تكلمه بكتبه، والله يوصف لأنه يتكلم ويقول، والمخلوق يوصف بأنه يتكلم ويقول، ولكن لا تشابه بينهما، كلام الله لا يشبهه كلام أحد، كما أن ذاته لا يشبهها أحد في ذوات المخلوقين. نعم. وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله، تكلمه بكتبه، الكتب منزلة من عند الله عز وجل، تكلم الله بها وحملها جبريل عليه السلام فبلغها للرسل، والرسل بلغوها لأممهم. نعم. وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما يرى الشمس والقمر في الصحو. الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا أحد يطيق رؤية الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقات والمخلوقين عن رؤيته. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، لما كلم موسى وسمع كلامه تلذذ بذلك واشتاق إلى رؤية الله، طلب أن يراه، ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني، هذا نفي، وهذا في الدنيا، لأن لن ليست للنفي المؤبد، لن ليست للنفي المؤبد، ولم يقل لم تراني، لم ترني، قال لن تراني، ولن نفي، لكنه نفي مؤقت في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا. ثم أراد الله جل وعلا أن يري موسى أنه لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا، لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، الجبل الأصم، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وصار ترابا،
بعد أن كان حجارة وجامدا صار ترابا متفتتا من عظمة الله. وخر موسى صعقا غشي عليه من المشهد العظيم. فلما أفاق، يعني أفاق من الغشي، رفع رأسه فقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، تبت إليك مما حصل مني من طلب الرؤية التي لا يمكن أن تتحقق في الدنيا ولم يره أحد في الدنيا، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس، اخترتك على الناس، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. كلمه ربه، يسمع كلام الله، يسمع كلام الله جل وعلا، الله جل وعلا يكلمه ويأمره وينهاه، ولذلك يسمى كليم الله، افعل كذا لا تفعل كذا، يكلمه ربه، يسمع صوت، يسمع كلام الله وصوت الله جل وعلا، لأن الله يتكلم بصوت يسمعه، يسمعه عباده أن يريد الله أن يسمعه إياه. إن اصطفيتك، يعني اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك من هذه الرسالة وهذا الكلام بالتكليم، كن من الشاكرين لله عز وجل على ذلك. نعم. فإنه سبحانه وتعالى إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء يوالونهم من دونه، فقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء من دون الله عز وجل يدعونهم ويطلبون منهم، كما عليه المشركون وعباد القبور يطلبون من المخلوقين حوائجهم، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا: إنما اتخذناهم وسائل ووسائط بيننا وبين الله، نحن نعلم أنهم مخلوقون وأنهم ضعفاء، لكن الله أكرمهم برسالاته وبكلامه فنحن نطلب منهم الوساطة بيننا وبين الله والوسيلة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاء يشفعون لنا عند الله. هذه حجتهم. الشفاعة ملك لله، تطلب من الله ما تطلب من المخلوق. فلا تقول: يا رسول الله اشفع لي، يا فلان، يا جبريل اشفع لي، بل تقول: اللهم شفع فيا، اللهم شفع فيا رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وشفع في عبادك الصالحين. تطلب الشفاعة من الله أن يشفع فيك هؤلاء، ولا تطلبها منهم لأنهم لا يملكونها. نعم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. الله حفيظ عليهم، يحفظ عليهم أعمالهم وما يصدر منهم، ومن ذلك الشرك الذي أشركوا المخلوق مع الخالق سبحانه، يحفظه عليهم ويحاسبهم عليه ويجازيهم عليه يوم القيامة. نعم. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل، الوكيل هو الذي توكل إليه الأمور وتفوض إليه الأمور، هذا إنما يكون لله سبحانه، هو الذي تفوض إليه الأمور وهو الذي يتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. قرآنا عربيا يعني باللغة العربية الفصحى، لغة العرب،
الفصحى. نعم. لتنذر أم القرى ومن حولها. تنذر أم القرى يعني أهل أم القرى وهم أهل مكة ومن حولها. وهكذا الله جل وعلا يبعث الرسل، لا يبعثهم من البادية أو من الأعراب، إنما يبعثهم من القرى المسكونة والمدن، يبعثهم من الحضارة من الحضر، ولا يبعثهم من البدو. أم القرى هي مكة، لأن القرى ترجع إليها في إدارتها وفي أعمالها ترجع إلى مكة. نعم. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. تنذر أم القرى ومن حولها من البلاد، جميع بلاد الدنيا كلها ترجع إلى أم القرى، فأم القرى هي مرجع العالم كله، في صلاتهم، في عبادتهم، في حجهم، في عمرتهم، في قبلتهم يستقبلون، هذه أم القرى. نعم. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. تنذر يوم الجمع ويوم القيامة، لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين على صعيد واحد. نعم. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لا شك فيه، الريب هو الشك، فلا لا ريب فيه، لا شك فيه، لأنه حق ليس محلا للشك والارتياب، حق. نعم. فريق في الجنة وفريق في السعير. يكون الخلق يوم القيامة فريقين، فريق في الجنة وهم المؤمنون من الأولين والآخرين، وفريق في النار والعياذ بالله، في السعير يعني النار. نعم. وليس هناك دار ثالثة، ما فيه إلا دار الجنة ودار النار، ما فيه دار ثالثة. نعم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. الله قادر على أن يجعلهم كلهم مسلمون، كلهم مؤمنون، قادر على ذلك، ولكنه أراد أن يترك لهم الاختيار، لهم اختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، له اختيار بمشيئته، يكفر بمشيئته واختياره ويؤمن بمشيئته واختياره، ولم يجبرهم الله جل وعلا على ذلك. نعم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. نعم. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يدخل من يشاء سبحانه في رحمته في الجنة يعني، والظالمون وهم الكفار والمشركون ما لهم من ولي يرجعون إليه ويدبر شؤونهم، ولا نصير ينصرهم إذا وقعوا في الشدائد والكروبات والعذاب، ليس لهم نصير ينقذهم. نعم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. أم بمعنى بل اتخذوا أي الكفار والمشركون من دونه أولياء، يعبدون هؤلاء الأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم لا يقدرون على نفع ولا على ضر ولا يملكون ذلك، وإنما نجعلهم وسائط وشفعاء بيننا وبين الله، لأنهم صالحون ويتقبل الله منهم، ونحن مذنبون وهم يتوسطون لنا عند الله. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه حجتهم، شفعاؤنا عند الله، توسطون لنا عند الله. نعم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الله جل وعلا هو الولي الذي يتولى أمور عباده، لا يشاركه فيها أحد في تدبيره ولخلقه. نعم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى
هو الولي سبحانه الذي يتولى أمور عباده لا شريك له، وهو يحيي الموتى. هل هناك أحد يحيي الموتى؟ أبد، ما هناك إلا الله جل وعلا. يرد الأرواح إلى أجسادها وتقوم حية تتكلم وتسمع وتبصر. من يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ وهو يحيي الموتى. نعم، وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء من الأشياء قدير، كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. نعم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء، فإنه يرجع في معرفة الحق منه إلى الله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أهل العلم الذين يحلون مشاكل الناس بالوحي المنزل. حكمه إلى الله جل وعلا. نعم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم الله ربي، الله ربي الذي خلقني ورباني بنعمه ومن علي بهذه الرسالة وهذا الوحي، رباه بالوحي كما رباه بالطعام والشراب والصحة والعافية، رباه الله بذلك. ذلكم الله ربي عليه توكلت، يعني فوضت أموري إليه سبحانه وتعالى، وإليه أنيب يعني أرجع. فالمرجع إلى الله سبحانه، وأن مردنا إلى الله، لا نرجع إلى غيره، فنرجع إلى الله في حياتنا الدنيا وفي حياتنا الأخروية، مردنا إلى الله جل وعلا. نعم، فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما. تقول فطرت البئر بمعنى حفرتها بيدك. فاطر السماوات أي مبدعها على غير مثال سابق. نعم، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، خلق الله الإناث من الذكور. من جت الإناث؟ من الذكور، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أشكال، ذكور وإناث. الأنعام أيضا ذكور وإناث، ومنهم يتكون الولادة والأنعام المولودة من الإبل والبقر والغنم، تتكون من ذكور وإناث. نعم، ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يذرأكم فيه يعني يمدكم فيه ويسخره لكم. نعم، ليس كمثله شيء، وهو ليس كمثله شيء، نفى عن نفسه المثلية. لا أحد يشابه الله جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، ليس له شبيه. نعم، وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه المثلية والشبيه. نعم، فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد. هذا التقرير للتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية، يدل على توحيد الألوهية. نعم، فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل الشرك من نعم الذين يشركون بالله ومع الله
من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيئا. هذا من العجائب، يشركون مع الله أناسا مثلهم، آدميين مثلهم، ضعاف لا يملكون شيئا إلا ما ملكهم الله وأعطاهم الله سبحانه وتعالى. نعم. فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل الشرك من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم معه. نعم، فالمشركون سووا هذه المعبودات بالله عز وجل، سووها بالله الذي يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت، وهي عاجزة لا تملك من الأمر شيئا، بل إنها جماد، بل إنها جماد. تعجب إن إنسان سميع بصير يتكلم ويتحرك يعبد جمادا، يعبد جمادا حجارة وجبالا، وما تملك من الأمر شيء، ولا تتكلم، نعم، ولا تدبر من الأمر شيء. تعجب من هذا، تنتكس الفطر. نعم. فحرفها المحرفون وجعلوها ترسل لهم في نفي صفات كماله وحقائق أسمائه وأفعاله. حرف هؤلاء المشركون والمعطلة، حرفوا هذه الآية، حرفوا هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حرفوها فجعلوا آلهتهم مساوية لله عز وجل. ولهذا إذا دخلوا النار هم وآلهتهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارثون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كل فيها خالدون. فالحجارة والأصنام التي عبدت في الدنيا تلقى في النار يوم القيامة مع من عبدوها. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قالوا إذن المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله معبود، إذن يكون مثل هؤلاء. قال الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. رد الله عليهم. وعيسى وغيره من المؤمنين لم يرضوا أن يعبدوهم مع الله، بل كانوا ينكرون هذا ويجاهدون عليه، إنما عبدوهم بعد موتهم. ما عبد موسى عيسى عليه السلام إلا بعد موته، بعدما مات، وإلا هو كان يحذرهم من هذا ويجاهدهم. نعم. فحرفها المحرفون وجعلوها ترسل لهم في نفي صفات كماله وحقائق أسمائه وأفعاله. ولهذا يقولون لمعبوداتهم التي معهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني في الدنيا، إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. يتحسرون والعياذ بالله. نعم. وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه نفياً ونهياً هو أصل شرك العالم وعبادة الأصنام. نعم، إنما عبدت الأصنام لأنهم يزعمون أنها تقربهم إلى الله، ولا يقرون أنها لا تنفع ولا تضر، لا تملك شيء، إنما يقولون هؤلاء يشفعون لنا عند الله عز وجل. صنم حجر يشفع لك عند الله؟ نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لمخلوق مثله. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لمخلوق مثله. سجود عبادة، لا يسجد لمخلوق سجود عبادة، إنما هذا لله عز وجل. إنما كانوا يسجدون سجود تحية، ما هو سجود عبادة كسجود الملائكة لآدم، هذا سجود تحية ما هو سجود عبادة. وكانوا يسجدون في الأول
كانوا يسجدون للغائب إذا قدم وإذا وللناس الكبار يسجدون لهم سجود تحية لا سجود عبادة. نعم. ثم نسخ ذلك، ولما أراد معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية لما قدم من اليمن نهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونسخ حتى سجود التحية نسخ، لا يجوز، سدا للذريعة. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لمخلوق مثله أو يحلف بمخلوق. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كفر أو أشرك، شك من الراوي هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، كلاهما أمر محرم وباطل، لكن يتحرزون في الرواية، فإذا كان عند الراوي شك في واحتمال أتى به وبينه. نعم. أو يصلى إلى قبر. أو يصلى إلى قبر، يعني يجعل القبر أمامه، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، لكن لا تجوز الصلاة إلى القبر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. أو يصلى إلى قبر أو يتخذ عليه مسجدا. أو يتخذ عليه مسجد، يعني يبنى عليه مسجد، هذا فعل المشركين، هذا فعل المشركين حتى إلى الآن، وهم يبنون المساجد على القبور يتبركون بها، وهذا لا يجوز. فإذا بني مسجد على قبر، القبر هو القديم والمسجد حادث، يهدم المسجد. وإذا كان القديم هو المسجد والقبر دفن فيه، فإنه ينبش ويخرج من المسجد ويجعل في المقابر، كل هذا سد لوسائل الشرك. نعم. أو يتخذ عليه مسجدا أو يعلق عليه قنديلا. أو يعلق عليه قنديل، يعني سراج، لا يجوز إسراج القبور ولا أن يجعل فيها أعمدة كهربائية، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها، فلا يجوز هذا. فإذا احتاجوا إلى دفن الميت في الليل يأتون معهم بمصباح أو سراج أو جهاز كهربائي، وإذا دفنوه ذهبوا بما معهم من الإضاءة. نعم. أو يقول القائل: ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فلا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء فلان بالواو، لأن هذا يقتضي التشريك والمساواة، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، تكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله مرتبة بثم التي هي للتراخي والتعقيب. نعم. أو يقول القائل ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، حذرا من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك. إيه نعم، تشبيه المخلوق بالخالق. نعم. أما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد. إثبات صفات الكمال لله التي وصف بها نفسه، السمع والبصر والكلام وما جاء في هذا المعنى، فهذا ثابت في القرآن، يوصف الله به وقد وصف به نفسه سبحانه وتعالى. وإن كان في المخلوقين ما يشبهه في السمع والبصر، لكن فيه فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، فيه فرق. نعم. أما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد.
أي نعم، إثبات صفات الكمال لله عز وجل، فهذا أصل التوحيد، والله أثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عن نفسه صفات النقص. نعم. فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم والخضوع والحلف به والنذر له. كل المشركون على هذا النمط، يشبهون المخلوق بالخالق ويعبدونه مع الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. أساس الشرك هو التشبيه. نعم. والحلف به والنذر له والسجود له والعكوف عند بيته. نعم، كل هذا يفعله المشركون عند القبور والأضرحة، وهذا هو أصل الشرك. نعم. وحلق الرأس له، ويحلقون رؤوسهم له، يعني وحلق الرأس لا يجوز إلا إما أن يكون مباحا لإزالة الأذى، وإما أن يكون عبادة في الحج والعمرة، نسكا من مناسك الحج والعمرة. نعم. وحلق الرأس له والاستغاثة به والتشريك، والاستغاثة به، الإغاثة طلب الغوث، وفيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستغاث بالمخلوق الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك، قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني الإسرائيلي استغاث بموسى على القبطي، لما تشاجر القبطي والإسرائيلي، وموسى من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى، وكز القبطي، يعني ضربه ضربة واحدة فقضى عليه، يعني موسى قوي عليه الصلاة والسلام، قضى عليه. نعم، قضى على القبطي بضربة واحدة. نعم. ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله وندم على ما فعل. نعم. والتشريك بينه وبين الله في قولهم: ليس لي إلا الله وأنت. نعم، وأنت، يجعل العطف بالواو، لأن الواو تقتضي التشريك والمماثلة. نعم. فلا تقول ما لي إلا الله وأنت، تقول ما لي إلا الله ثم أنت، ولا تقول ما شاء الله وشئت، تقول ما شاء الله ثم شئت. نعم. وأنا متكل لا تقول لولا الله وفلان، تقول ما شاء لولا الله ثم فلان، تأتي بثم. نعم. وأنا متكل على الله وعليك. أنا والتشريك بينه وبين الله لا توكل. وأنا متكل على الله وعليك. ما يجوز تقول متكل على الله ثم عليك، أنا متكل على الله ثم عليك، تأتي بثم. نعم. وهذا من الله ومنك. وكذلك لا تقول هذا من الله ومنك، تقول هذا من الله ثم منك. نعم. وأنا في حسب الله وحسبك. نعم. وما شاء كفاية الله. الحسب هو الكفاية، أي أنا في كفاية الله وكفايتك، لا يجوز هذا، تقول أنا في كفاية الله ثم كفايتك، ثم تحل لك المشكل. نعم. وما شاء الله وشئت، تقول ما شاء الله ثم شئت، ما تقول وشئت. نعم. وهذا لله ولك، هذا لله ثم هو لك. نعم. وأمثال ذلك. نعم. فهؤلاء هم المشبهة حقا، لا أهل التوحيد المثبتون لله ما أثبت لنفسه والنافون عنه ما نفاه عن نفسه. أهل التوحيد هم الذين على الحق والطريق الصحيح في عبادة الله، في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، لأنهم يرجعون إلى الوحي وهي الكتاب والسنة. نعم.
فهؤلاء هم المشبهة حقا لا أهل التوحيد المثبتون لله ما أثبت لنفسه والنافون عنه ما نفاه عن نفسه الذين لا يجعلون له ندا من خلقه ولا عدلا ولا كفوا ولا سميا وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم، فهم أهل التوحيد يفرقون بين ما هو لله وما هو للمخلوق، لا يجعلون ما هو لله يجعلونه للمخلوق من السجود والدعاء وغير ذلك. نعم، فمن تدبر هذا الفصل حق التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعبادة الأصنام. أي نعم، سبب عبادة الأصنام هو تشبيه المخلوق بالخالق، ولهذا يقولون يوم القيامة وهم في النار يقولون لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كنا يعني في الدنيا لفي ضلال مبين إذ نسويكم يعني نشبهكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فهم ما عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار إلا لأنهم يشبهونها برب العالمين. نعم، فمن تدبر هذا الفصل حق التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعبادة الأصنام، وتبين له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة، ولا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال كما هو الغالب عليهم. نعم، يجمعون بين تعطيل أسماء الله وصفاته وإلى تشبيه المخلوقين بالخالق في الأفعال والأقوال وغير ذلك. نعم، ولا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال كما هو الغالب عليهم، فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله وتشبيه خلقه به. نعم، فصل. ومن كيده وتلاعبه ما تلاعب بعباد النار حتى اتخذوها آلهة معبودة. نعم، يكفي، نقف عند هذا. هذا من مصائد الشيطان، الكتاب هذا إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذه مصائد الشيطان يذكرها لكم. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ لا فرق بينهما، التشبيه والتمثيل بمعنى واحد. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يصح أن أقول أعطني هذا الشيء بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز السؤال بالجاه، ما يجوز السؤال بالجاه بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم من ينادي ويدعو الجن فيقول يا جن خذوا فلانا وافعلوا به كذا وكذا؟ لا يجوز هذا، هذا يستغيث بالجن، يستغيث بالجن، فهذا أمر باطل وهو وسيلة إلى الشرك. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ ما يجوز هذا، ما تطلب الشفاعة من الرسول، تطلبها من الله، الشفاعة لله جل وعلا، تقول اللهم شفع في رسولك، شفع في نبيك، شفع في عبادك الصالحين، تطلبها من الله سبحانه وتعالى، ما تطلبها من المخلوق فتقول اشفع لي عند الله. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت في مسجد فيه قبر عدة صلوات ولم أكن أعرف أن فيه قبرا، فلما تبين لي تركت الصلاة. سؤاله هل أعيد الصلوات السابقة؟ إيه نعم، تعيد الصلوات السابقة لأنها باطلة، صليت في مسجد فيه قبر ولو كنت لم تعلم، فإذا تنبهت علمت تعيد الصلاة،
نعم، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي البطلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هناك بقعة في بلدي كانت مقبرة فطمست وبنوا فوقها منازل مع أن الموتى ما زالوا تحت هذه الأرض، سؤاله: هل يجوز لي أن أسكن في هذه المنازل؟ إذا كنت تعلم أنها مقبرة فلا تسكن فيها، حرام عليك، ولو كانوا يسكنون لا تسكن معهم فيها، بل نبههم على أن هذا لا يجوز. نعم، المقابر تحترم ولا تداس أو يسكن عليها أو يبنى عليها، تحترم تصان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يذكره كثير من الصوفية من قولهم إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومع ذلك نصلي فيه، فكذلك سائر المساجد، كيف نجيبهم عن هذا؟ كذبوا في هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، إنما دفن في بيته، في بيت عائشة، وكان خارجا عن المسجد، كان الحجرات خارجة عن المسجد، إلى أن بني المسجد في عهد الأمويين، وكان أميرهم على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأمره الوالي أن يدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأدخلت فيه ولكنها معزولة بالجدران، معزولة بالجدران ولا يصل إليها أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا النصارى لهم عبادة في أيام معينة في الشتاء، وهم أنهم ينقبون الثلج في النهر ثم وهو أنهم ينقبون الثلج، ينقبون يحفرون الثلج على النهر، ينقبونه، ينقبونه، يلطفونه بالنون، ينقبونه، ينطفونه، نعم، ينقبون الثلج على النهر ثم يدخلون في الماء البارد، وهذا عبادة لهم. الآن هناك بعض المسلمين يقول في بلادنا يفعلون هذا الأمر وقصدهم الصحة في الأبدان، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا، ما يجوز، يتشبهون بالكفار، ما يجوز لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا مات الميت وبعد تغسيله وتكفينه يدخل عليه أقاربه وأصدقاؤه للسلام عليه وتقبيله، هل لذلك أصل في الشرع؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، هذا من باب التوديع له والدعاء له، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أبو بكر رضي الله عنه جاء وقبل، لما هو كان غائبا في مزرعة له أول النهار، فلما جاء وأخبروه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، دخل عليه وكشف عن وجهه وقبله رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: بنينا مسجدا في مكان قريب من بيت فيه قبر، فهل يجوز لنا أن نصلي في هذا المسجد؟ إذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا، ما يجوز الصلاة فيه، أما إذا كان مفصولا عن المسجد بطريق أو بفضاء فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ إيش السؤال؟ ما تفسير قول الله سبحانه: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أي نعم، من يبدأ الخلق؟ ينشئه أولا ثم يميته ثم يعيده، من هو الذي يفعل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق العبادة. نعم.
ومن يرزقكم من السماء والأرض، كذلك الرزق من السماء بالغيث ومن الأرض بالنبات، من الذي يفعل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، إذن هو المستحق للعبادة. هذه أدلة التوحيد. نعم. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أإله يعبد مع الله، يسوى بالله عز وجل؟ هذا إنكار، هذا استفهام إنكار. نعم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا برهانكم، دليلكم، البرهان هو الدليل، هاتوا برهانكم على صحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله. ما في برهان على الشرك، إنما البرهان ضد الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول إذا بني المسجد فوق القبر، ذكرتم حفظكم الله أن المسجد يهدم، أي نعم، فهل يجوز لنا مع قلة المساجد في بلدنا أن ننقل القبر ولا نهدم المسجد؟ ما لكم سلطة، يحصل فتنة إذا كان السلطان هو الذي ينقله، هذا طيب، أما أنتم ما تملكون هذا ويحصل فتنة. صلوا في مسجد آخر أو ابنوا لكم مسجد خاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم قول القائل حينما يأتيه زائر فيقول حينما يأتيه زائر، نعم، فيقول زارتنا البركة؟ تفاؤل، من باب التفاؤل، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا قرأ الإمام سورة المطففين وقرأ هذه الآية هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فقال المأموم نعم، فهل هذا العمل سنة؟ لا، هذا بدعة، ما هو سنة. نعم، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام توفاه الله، بمعنى قبض روحه، وقد هل ثوب الكفار ما كانوا، ليست استفهام، هل هنا ليست استفهام، بل معناها قد ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام توفاه الله بمعنى أنه قبض روحه، أم أنه ما زال حيا مرفوعا في السماء؟ قبض جسمه ولم يقبض روحه، قبض جسمه وهو حي. إني متوفيك يعني قابضك، ليس معناه مميتك، قابضك، رفعه وهو حي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لأنهم اليهود اجتمعوا يريدون قتله، اجتمعوا يريدون قتله عليه الصلاة والسلام، فرفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أسجد لأقبل رجل أمي وأنا ساجد؟ لا، ما تسجد، يعني تقبلها، تنحني تقبلها، ما هو بهذا السجود، هذا انحناء للتقبيل، مثل ما تنحني تأخذ الشيء وتضع الشيء. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل الاستغفار يكفر جميع الذنوب صغائرها وكبائرها؟ هل الاستغفار يكفر جميع الذنوب صغائرها وكبائرها؟ صغائرها وكبائرها؟ اي نعم، الاستغفار يكفر، اذا تقبله الله يكفر، استغفر من الشرك، استغفر من الذنب، استغفر من المعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الرجل إذا قام مع أذان الفجر لكنه لم يقم لصلاة الليل، هل يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه؟ إيه نعم، اللي يترك قيام الليل وينام إلى الفجر هذا بال الشيطان في أذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أعمل في هذه البلاد
وأجلس 10 أشهر ثم أرجع إلى بلدي، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة وأجمعها إلى حين رجوعي إلى أهلي لمدة 10 أشهر؟ إذا نويت إقامة أكثر من 4 أيام فإنك تتم الصلاة، لأن السفر انقطع بهذه الإقامة التي تزيد على 4 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اقترضت مالا لأجل الحج وأنا قادر على السداد، لكن صاحب المال يمهلني ولم يطالبني به. السؤال: هل لي أن أؤخر السداد أم أن الواجب علي المبادرة؟ واجب عليك المبادرة ما دمت تتمكن من السداد، ربما يأتي عليك وقت لا تتمكن، فبادر قبل أن يفوت الأوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الفرق بين الصغائر والكبائر من الذنوب؟ وهل النظر إلى صور النساء المحرمة يعد من الصغائر؟ الفرق بينهما واضح، إن الله كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، توبة منها. وبقية السؤال: ثم يقول: هل النظر إلى صور النساء المحرمة تعد من الصغائر؟ لا، إذا نظر شهوة حرام عليك هذا، حرام عليك هذا، وهو من الكبائر، لأنه يجر إلى الشر وإلى الفتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في قريتنا قام أحدهم بوضع مظلة من حديد في المقبرة كي يجلس فيها كبار السن والمعاقين ممن يحضرون الدفن. هذه المظلة متحركة تحضر عند الدفن ثم تعاد إلى مكانها، هل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز هذا، صادر فيه فتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم ومن اللجنة الدائمة من بعده بأنه لا يعمل مظلة في المقبرة، والعزاء يكون خارج المقبرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحد زملائي من المرابطين على الحدود يشتبكون مع العدو، وقد صلى أحد زملائي من المرابطين على الحدود يشتبكون مع العدو، وقد صلى بعضهم صلاة الخوف أثناء مقاتلتهم للعدو، فجاءهم يقول شخص وقال: يمكنكم أن لا تصلوا إلا بعد يوم أو يومين وتقضون هذه الصلوات فيما بعد إذا كان مضطرا إلى ذلك. هذا جاهل ولا أنه يلبس عليهم؟ ما يجوز لهم، يصلون صلاة الخوف كما شرعها الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه صلاة الخوف في القرآن. يجي هذا يقول: ما بإمكانكم تخلون الصلاة وتصلونها بعدين؟ ما يجوز هذا، صلى في وقتها على حسب الاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي زوجة حامل الشهر الأول. وهذا يجب عليك أن تبلغ عنه من يردعه عن أنه يفتي الناس بجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي زوجة حامل في الشهر الأول حسب كلام الطبيب، وأنا لا أرغب فيها وقد عزمت على طلاقها. سؤاله: هل يجوز لنا أن نسقط الجنين الذي في بطنها لعدم إرادتنا استمرار الحياة؟ لا يجوز لكم هذا، لا يجوز لكم هذا. الجنين ربما ينفعكم الله به فلا تسقطوه، بل هو نعمة من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد والإمام يكبر تكبيرة الإحرام فهل أكون قد أدركت فضلها؟ فضل إيش؟ إدراك تكبيرة الإحرام. فاتت، إذا حضرت تكبيرة الإحرام مع الإمام فقد أدركتها،
إذا جئت بعد ما فاتت فتكبر للإحرام، لكن ما تدرك فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا غطى المحرم رأسه ناسيا فما الواجب عليه؟ يشيل الغطاء ولا عليه شيء. نعم، يشيل الغطاء ولا عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب الإنسان من الربا فهل له أن ينتفع بما عنده من مال الربا؟ لا، يتخلص منه، يتخلص منه بجعله في مشروع من المشاريع العامة التي تنفع الناس، يتخلص منه. نعم، ولا ينتفع به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الله جل وعلا يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم، تتركون الزيادة الربوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يدخل في الغيبة المحرمة التحذير من الشخص لغرض صحيح؟ هل يدخل في الغيبة المحرمة التحذير من الشخص لغرض صحيح؟ تحذير من الشخص لغرض صحيح ما يدخل في الغيبة، هذا يدخل في النصيحة. إذا كان هذا الشخص مستمرا على ما هو عليه من المخالفة وقد نصح ولكنه استمر، يجب أنه ينصح الناس عن الاغترار به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الشخص ينوي أن يذهب إلى المسجد النبوي كل شهر أو شهرين، فهل له أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه يكون من اتخاذه عيدا؟ لا، إذا قدم من سفر يسلم على الرسول، إنما إذا كان ساكنا في المدينة فلا يسلم على الرسول كل ما دخل المسجد، يصلي في المسجد وينصرف. نعم، ويصلي ويسلم على الرسول في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: خروج المذي هل هو موجب للغسل، وهل المذي نجس؟ النجس، لكن النجاسة مخففة، يكفي رشها، يكفي نضحها ورشها بالماء. نعم. وهل خروجه موجب للغسل؟ بلا شك. لا، الغسل لا، المذي لا، ذاك المني اللي يوجب خروجه الغسل، أما المذي لا، خروجه مثل خروج البول، يوجب الوضوء، الاستنجاء والوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد دليل على أنه لا ترسل الشهب في رمضان ولا يرمى بنجم في رمضان؟ لا، ما في دليل على هذا. الشهب ترجم بها الشياطين في رمضان وفي غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أيهما أفضل للمسلم، أن يصلي الجمعة في الجامع الذي بجواره ويمشي على قدميه له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أم أنه يذهب بالسيارة إلى جامع بعيد فيه جنائز؟ لا، يصلي بالمسجد القريب، لأنه لو ترك المسجد القريب شكوا الناس في الإمام وقالوا: هذا ما راح خلى المسجد إلا أنه شايف على الإمام ملاحظة وما أشبه ذلك. صلي بالمسجد القريب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الصبر على المصيبة هل يجب على الإنسان أن يرضى بهذا الأمر؟ عند الصبر على المصيبة هل يجب عليه أن يرضى بهذا الأمر؟ يصبر، يصبر، الرضا إذا حصل وطيب، إذا ما حصل يكفي الصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا أجبرت المرأة على الجماع في نهار رمضان فهل يجب عليها كفارة كزوجها؟ إذا أجبرت إجبارا ولم تتخلص منه فلا شيء عليها، ليس عليها كفارة.
نعم، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للأب وولي أمر البنات أن يأذن لبناته بالذهاب إلى المنتزهات التي فيها اختلاط برفقة بعض الأقارب؟ ما يجوز هذا، ما يجوز يضيع بناته وقريباته ويروح لها التجمعات اللي فيها ما فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول: إذا طهرت المرأة الحائض قبل صلاة الفجر فهل يجب عليها أن تقضي صلاة المغرب والعشاء السابقة؟ إذا طهرت في آخر وقت الصلاة فإنها تصليها، تغتسل وتصليها في آخر وقت الصلاة، وصلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. نعم. فإذا طهرت قبل الفجر فتغتسل وتصلي صلاة العشاء. نعم، لأنها ما زالت في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أصاب الرجل إغماء لمدة أسبوعين أو أكثر فهل يجب عليه أن يقضي الصلاة الفائتة؟ نعم، إلى ثلاثة أيام، إلى ثلاثة أيام. إذا أغمي على الشخص ثلاثة أيام ثم صحى يقضي، أما إذا كان أكثر من ثلاثة أيام فيصلي المستقبل واللي فات ليس بمطالب به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من دخل إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا وحجز له مكانا في الصف الأول ثم ذهب إلى آخر المسجد ونام لمدة ساعتين تقريبا، هل فعله هذا جائز؟ لا، ما هو جائز. حجزه ينام هو جائز، يحجزه يروح يتوضأ يروح يقضي حاجته ويرجع لا بس، أما ينام لا، صار بينام ينام يخلي المسجد للناس اللي متيقظين وجايين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقرضني والدي مبلغا من المال لأجل الزواج بزوجة ثانية ووعدته بالسداد لكني لم أستطع، لما تدهورت يقول حالة والدي الصحية قال إنه مسامح كل من له حق عليه وسامحني في ضمنهم، لكن يقول اعترض إخواني وقالوا لا نسامحك، فهل مسامحة الوالد لي نافذة ولا تخالف الشرع؟ إن كان في مرض الموت فليس له مسامحة، أما إن كان مرض عادي ويزول فله المسامحة. نعم. أما مرض الموت هذا ما في مسامحة، يحجر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند الانتهاء من عقد الزواج؟ لا أصل له، لا أصل لقراءة الفاتحة، عقد الزواج هو الإيجاب والقبول، هو الإيجاب والقبول، ولا نعلم أن الفاتحة تقرأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت دورات المياه أكرمكم الله في قبلة المسجد فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كانت مفصولة عن المسجد فلا بأس، مفصولة عن المسجد، بينه وبين المسجد طريق، بينه وبين المسجد فضاء، لا بأس بذلك. أما إذا كانت متصلة بالمسجد فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى وليمة عرس في أثناء عدة الوفاة؟ لا، ما تخرج إلا لحاجتها، إذا صارت محتاجة ولا عندها أحد يأمن لها الحاجة وهي محتاجة لها تخرج بالنهار فقط لحاجتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء حديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. يقول حفظك الله: هل تتناثر حتى الكبائر؟ هذا سؤال. وهل معناه أنه كلما رأى أحدا سلم عليه؟ الكبائر ما تتناثر إلا بالتوبة، أما الصغائر نعم نعم. وهل معنى ذلك يقول أنه كلما رأى رجلا يسن ويشرع أن يصافحه؟ نعم، المصافحة طيبة، لو فصلت بينهما شجرة ثم التقيا تصافحان طيب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: علي كفارة مغلظة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. سؤاله: هل المساهمة في عتق رقبة شخص قد قتل آخر عمدا وأهل القتيل يطلبون مبلغا فأساهم؟ ما هو هذا العتق يا أخي؟ العتق الرقيق، الرقيق المملوك تعتقه بالحرية، هذا العتق. أما أنك تحمل عنه دين وما هو بذا عتق، هذا إحسان وفي أجر لكن ما هو بعتق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا نسي المأموم قراءة التشهد الأول وهو مع الجماعة فما الواجب عليه؟ نسيه المأموم، المأموم نسي قراءة التشهد الأول، ايه، فهل يجب عليه شيء؟ تبع الإمام، تحمله الإمام عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تبين للمسلم أنه قد صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد وذلك داخل البلد فهل يعيد الصلاة؟ أي نعم، لأن عندها يسأل الناس يشوف المساجد والمحاريب ما له عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: زوجتي أوقظها لصلاة الفجر دائما لكنها ترجع وتنام ولا تصلي إلا بعد الوقت، فماذا علي أن أفعله في هذه الحال؟ تلزمها بالصلاة في وقتها، فإن لم تمتثل ففارقها يا أخي، اطلب غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد في الأسواق لحوم مستوردة من خارج هذه البلاد، من الهند يقول ومن غيرها، ما حكم الأكل من هذه اللحوم؟ إذا كانت اللحوم جاية من أهل الكتاب من اليهود أو نصارى توكل، ما إذا كانت جاية من وثنيين فلا توكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطفل الذي عمره بين 7 و10 هل يشدد عليه في مسألة الصلاة أم أنه يترك يقول على راحته؟ لا، ما هو على راحته، اضربوهم عليها لعشر، اضربوهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهم عليها لعشر. نعم. ثم يقول رعاك الله: وهل أوقظه لصلاة الفجر مع الجماعة أم لا بأس أن أؤخرها إلى قيامه للمدرسة؟ لا، ما يجوز لك تتركه ولا يجوز له يؤخرها، يجب عليه أن يقوم يصلي مع المسلمين ويرجع ينام بعد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا سائل يقول: عندي أرض أنوي بيعها بعد ارتفاع سعرها فهل علي زكاة فيها؟ إيش؟ عندي أرض أنوي بيعها بعد ارتفاع سعرها فهل علي زكاة فيها؟ إيه نعم، كل ما مر عليها حول فإنك تقومها بما تساوي وتزكيها لأنها أصبحت من عروض التجارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت مع الإمام في التشهد في صلاة الجمعة فهل أكون قد أدركت الصلاة؟ لا، لا تدرك الجمعة إلا بركعة كاملة، ولكن تدخل مع الإمام إذا رفع رأسه من الركوع في الثانية تدخل معه للمتابعة وتحصيل الأجر وتصليها ظهرا ما تصليها جمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الحلي والذهب المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟ الجمهور ما يرون فيه زكاة لأنه